الباب بتاع الليلة ما حدش خبط عليه قبل سيدنا النبي. هذا باب سماوي، باب حضرة النبي في كل سماء، فكل الملائكة عارفة ان الباب ده ما يخبطش عليه الا محمد، ومعمول على بصمة ايد حضرة النبي، لا يفتح الا اذا قيل محمد، لا يفتح الا اذا سمع اسم محمد. انما اول ما قال له من؟ جبريل. ما يفتحش لسه الباب ده، مش بتاعك، روح ادخل من بابك، تعال من طريقك انت. قيل من؟ قال جبريل. قالوا له طيب ومن معك؟ ويقولوا ايه؟ قال محمد. فيسألوه او قد ارسل اليه؟ هو جه. الجماعة المحبين يقروها ازاي؟ او قد ارسل اليه؟ يا عم ده احنا واقفين على الباب ده من يوم ما اتخلقنا، مستنيين ساعة حضرة النبي ما يخبط على الباب ونتشرف بأن نكون أول من ينظر إلى طلعته البهية. المفروض لما تقرأ يبقى عندك روح محبة كده، أو قد أرسل إليه. الملائكة يقرأوا أو قد أرسل إليه هم منكدين كده؟ لا طبعا، النكد ده تخلي الأهل الحجاب، إنما دول واقفين على الباب ده يا أولاد من يوم ما اتخلقوا، مخلوقين لهذه اللحظة، يسبحون الله ويصلون على رسول الله ويتقربون إلى الله، فتزيد أنوارهم بانتظار ليلة اللقاء مع النبي. أو قد أرسل إليه؟ فيقول نعم فتفتح. يبقى نقف هنا وقفة الرابعة، البيبان دي بتتفتح باسم مين؟ فهو مفتاح خزائن الفتاح، هو صلى الله عليه وسلم فتح الفتوح الأعظم، هو صلى الله عليه وسلم الفتح المبين. والله ما طلبوا الوقوف ببابه حتى دعوا وأتاهم المفتاح. المفتاح حضرة النبي، الاسم اسمه محمد، سيدنا النبي عشان هو كبير أوي 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 عند ربنا، والناس دول عارفين قدر عظمته. الملائكة خافت أن تنتدب مندوبا منهم قدموا أباه، فأم ربنا انتدب لأن يقف يحيي المصطفى بتحية أهل السماء الأولى، آدم عليه السلام يقف فيجمع له عند السلام بين الأبوة والنبوة ويقول السلام عليك أيها النبي الصالح والابن الصالح، حتى إذا ذكر الأبوة مع النبوة تشرفت نبوته بأبوة المصطفى فتاها فخرا على عوالم السماء الأولى. فكان سيدنا آدم سفير أهل السماء الأولى في لقاء الحضرة المحمدية، وهو المتحدث الرسمي عن أهل السماء الأولى ليتكلم بما يليق بنبوته. طب أهل السماء يسكتوا؟ أول ما فتح الباب عملوا إيه؟ قال تجمعوا جميعا وقالوا بلسان محبة يا مرحبا نعم المجيء جاء يا مرحبا نعم المجيء جاء. تكررت هذه الأنشودة 7 مرات، دليل على أن الفرح به عبادة، وأن التغني عند لقياه شهادة. وسيدنا آدم علمنا أن الانتساب إليه سيادة، وأن الصلاة عليه تفتح أبواب الحسنى وزيادة. هذا يثبت أن السماوات ليلتها زارها النبي وعرج بها إلى الله. البعض فاكر إن النبي شاف ربنا في السماء، أو ربنا كان محتاج يعرج بسيدنا محمد في السماء عشان يشوفه، يبقى أنت فاهم عقيدة غلط. إنما طويت الأراضين لسيدنا محمد ليتمتع وتتمتع به الأنبياء، وليجمع كل أهل الأرض وينوب الأنبياء عن أهل الأرض في الشهود بأنه إمام الدنيا وشفيع الآخرة والدنيا برضه. ثم عرج به إلى السماوات لتتشرف أهل السماوات برسالته
ويؤمنوا بقضيته ويكونوا من جنده وفي نصرته، ثم بعد ذلك رفع إلى محل رفعت له فيه سدرة المنتهى. إذن كان النبي أعلى من سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. السدرة ما لها حصل لها إيه؟ قالت الليلة أفاض الله عليها نورا لأنها على موعد مع الحبيب. ازدانت زينة، عرف أهل السماوات جميعا أن الليلة سيزور هذا العالم ضيف ما زار السدرة مثله قط، فهو نزيل الحضرة في كل آن. إنما أسري به ليجمع له البيعة على كل الأنبياء والرسل، وعرج به لتتشرف بهذه البيعة معارج السماء وأهل السماء. ثم بعد ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم في عالم لا يقواه جبريل. بعدين يقول ثم رفع لي البيت المعمور، دخلنا في عالم حيث لحيث. ثم انتهت العوالم هنا، انتهى الكلام بقى والعالم خلاص. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لسه كله ده، ولسه هتبدأ معارج والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى. كل اللي قاله ده حقيقة، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى. دنا المفروض إن الدنو قرب والتدلي نزول، صح ولا غلط؟ دنا يبقى قرب منك، فلما يقترب من العلياء يبقى دنا فتعلى. لكن المفروض كان يبقى كده، اللي يدنو من العوالي دي يبقى ايه؟ يبقى علو. قال لا، ثم دنا فايه؟ فتدلى. انطوى العالم خلاص، عشان تعرف انك كل ما تنزل ارضا ارضا تعلو سماء سماء، عشان تعرف انك كل ما تدخل تحت كده تبقى عند ربنا حاجة عالية قوي تبقى. ولذلك انطوى القرب كله في كلمتين، ها، واسجد ما كذب الفؤاد ما رأى. يبدأ بقى القلب يشوف، وبعدين ينقلنا من رؤية القلب لرؤية العين. يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ساداتنا قالوا رأى الآية الكبرى، ولا يكبر على لسان الله إلا رؤية وجهه. يبقى الآية الكبرى إيه؟ وجه الله، وجهه إيه؟ لذلك لما سألوه هل رأيت ربك، قال نور أن أراه. الرؤية نوعين، رؤية إدراك ورؤية إحاطة. رؤية الإحاطة لا يحيط بالله حتى في الشهود أي مخلوق، ما حدش يقوى عليها، فكأنه بيقول نور أدركته ولم أحط به، وده ما حصلش لحد غيره صلى الله عليه وسلم. لكن أن أراه من كل زواياه من كل إحاطاته، ده لا يكون إلا لله. أنت لما بتروح الكعبة، ده المثل الأعلى، تقدر تشوف الكعبة من الأربع جهات؟ تبقى أنت أدركت الكعبة من الجهة اللي ربنا قسمها لك، صح؟ مش كده؟ لكن تقدر تشوفها من كل الجهات؟ لا. إذن لا تحيط بها ولكن تدركها رؤيا. فلذلك لما قالوا له هل رأيت ربك؟ قال نور إيه؟ أنا أراه.